اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناة شوف تيفي على هذا البث المباشر من ضواحي مدينة بن حمد دوار العتامنة دوار العتامنة جماعة الحلاف مع واحد الاسر اللي كيعانيوا من ندرة الماء وقلة الامكانيات باش يحفروا البير. يعني الناس كيموتوا بالعطش وهما في الاصل فلاحة، يعني مصدر ديال العيش ديالهم هو هذيك القطرة ديال الماء. لولا الطف الله اننا عندنا شويه ديال الشتاء، ولكن كاينين كيف ما كتلاحظوا معنا وكيف ما سبق شفتوا معنا مشاهدينا اننا تجاوزنا سنوات ديال الجفاف. اذا نخليكم مع هاد الاسر ونخلي ناخذوا التصريح ديال اول شخص منهم وناخذوا منه ونعرفوا منه المشكل. السلام عليكم سيدي. سلام، كيداير اختي؟ بخير الحمد لله. اختي. عرفنا بسميتك. طالع بجليل مرحبا. من الحلاف، ايه الجامعة ديالنا بن حمد. اختي، حنا كنطالبوا بالماء، راه ما عندناش، ومصدر ديال الحياة ديالنا هو الفلاحة. هو الفلاحة كديروا الفلاحة هو انتم؟ الفلاحة، ما كنديروش شي حاجة من غير الفلاحة. وحفرنا واحد البير في 100 متر وما جابش الله، وعاود رحنا بادين في بير 100 اخر متر وما لقيتوش وما لقيناش، ودابا كنحفروا بير اخر وما صلناش الامكانيات باش نكملوه. صعيب عليكم باش صعيب تحفروا؟ علينا باش نحفروا. كنطلبوا من المسؤولين ولا من المحسنين يتعاونوا معانا، الله يجازيكم بخير. شحال نتوما ديال الأسر؟ حنا راه 3 الاسر، وكل عنده وليداته، والمصدر ديالنا هو الفلاحه. نتوما كديروا نشاط واحد هو الفلاحة؟ هو الفلاحه، ما كنبيعوا ما كنشريوا سوى الفلاحه، وتعاونوا معانا على هذه الحسنه، الله يجازيكم بخير. اذا الطلب ديالك شنو هو؟ الطلب ديالنا هما يحفروا لينا البير، راه حنا راه المهنه ديالنا هي الفلاحه. هذا هو لك، الله يجازيكم بخير. اذا شكرا لك وناخذ التصريح ديالك. انت احد الاسر المضره من هذه القضيه ديال الماء. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام اختي. هنا كنطالبوا بالماء، ما عندناش اختي امكانيات باش نحفروا بيه، والله يجازيكم بخير. لا كانوا شي محسنين يعاونونا في هذه الحسنه، الله يجازيهم بخير. اكيد اكيد، وهذا الشيء اللي غنقول لك اختي. شكرا. شكرا لك. قلتي لي قبل كنت بديتي وقيله شي بير، دار بواحد البير دار فيه شي 14 متر. حاولتي؟ حاولنا، دخلنا ليه المعلمين وهذاك الشيء، ولكن ما عندناش امكانيات باش نكملوه. وقفتي؟ وقفنا، راه تشوفي في على عينك راه محبوس ده. وهذا الشيء اللي كاين. هذا الشيء اللي كاين. طلبوا الله. بغيت نعرف المستوى ديال الماء هنا شحال واصل؟ يعني هنا 140 140 150 140 150 يعني حتى التكلفه زايده. التكلفه زايده، وحنا يعني ماشي قريب. ماشي قريب، ما عندناش الطاقه باش غادي نحفروا. هذا هو اللي كاين. ما عندكمش امكانيات. ما عندناش الامكانيات، وكنطلبوا من المحسنين ولا بعض الناس اللي كيخافوا الله يتعاونوا معانا، ولا الجمعيات ولا اللي كان، الله يجازيكم بخير. شكرا لك. اذا متابعينا متتبعي قناه شوف تيفي، كيف ما لاحظتوا معنا فناس كتعاني من ندره ديال الماء والامكانيات كذلك، ما عندهمش باش يلقاو هاد او يحفروا هاد الابار. اذا متتبعينا متتبعي قناه شوف تيفي، كنشكركم على تواصلكم وتفاعلكم معنا على هذا البث المباشر من ضواحي مدينه بن حمد، بالضبط بجماعه الحلاف. اذا للمساعده غادي ندير الرقم ديال الهاتف ديال هاد الاسر، غندمجو مع الفيديو، ونتمنى ان شاء الله يلقاو واحد الاذان صاغيه ويلقاو واحد المحسنين. وكاينين اكيد كاينين، حنا المغرب معروفين بالمحسنين، والناس حنا مازال فينا الحمد لله مازال فينا الخير. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا فكاينين وليدات صغار، كاينين يعني حتى الشراب ما كتلقاوش بعض المرات. الشراب اختي ما كنلقاوش. نعم. الصيف ما كيكونش الشراب. حتى الماء باش تشربوا ما كيكونش، يعني الصيف يعني كيعانيو. يا اذا متابعينا متابعي قناه شوف تيفي، شكرا لكم على تفاعلكم وعلى تتبعكم معنا على هذا البث المباشر من ضواحي مدينة بن حمد جماعة الحلاف دوار العتامنة بالضبط. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.